رجعنا. عارف ان الانقطاع طويل بقالنا فترة، بس لظروف انا مش فاضي في الفترة الأخيرة خالص. بس النهاردة لسه واصلين انا والاخ خالد فيروز الى الساحل، بمناسبة ان احنا الصيف بدأ. ف هنبتدي النهاردة فلوج جديد، يوم جديد، سفرية لطيفة. هي مش كتير، هو انا النهاردة السبت، هنقعد النهاردة لسه واصلين، وبكرة هنمشي بالليل ونرجع القاهرة عشان انا اجازتي تبقى سبت وحد. بس بعد حوالي اربع ساعات، استنى لحظة، بعد اربع ساعات من البهدلة والمرمطة والشحططة هنستمتع. اديكوا تور سريع في المكان. نحن في أزقة المكان. أوكي، ظريف والله. اول اللي اسمها قرية، اول القرية عشان نجيب حاجة تتشرب. وفي تجديدات بقى هنا وحاجات، هنشوف ايه اللي هيحصل. سام حاجة، احنا لقينا حاجة مهمة جدا حصلت بقى، ان البيسين مش شغال ومش نظيف. فالناس اللي عايشة هنا تدفع سنة 6-7000 جنيه في الشهر، في السنة، تشتكي. المفروض البيسين يبقى شغال، لان الدولة فتحت الحاجات، حاجات المفروض تكون شغاله. القريه بقى عشان خاطر الكومبلينت توصل. هنعمل منشن للقريه عشان المفروض البيسين شغال، صح ولا انا غلطان؟ فين خالد بيقول لي بقى ان هنا في قفص للقرود، صح؟ فين القفص القرود ده؟ طبعاً. شايفين يا جماعه النسناس؟ ازيك؟ عامل ايه؟ معاك حاجتك يا خالد؟ بيشتم على فكرة القرد ده، قرب له خالد. قرد فين التاني؟ فين اخوك؟ اهو مشي اشتبك اصلا. حالة فاشلة جدا في نزول البحر والبيسين قافل، يعني مفيش الطف من كده، اكتر من كده، واي حاجة غير كده. المهم بقى، عايز احكي لكم شوية حاجات. في اكتر من فيديو كاتبه ومجهز له سكريبت وحاجات، منهم فيديو بقالي دلوقتي حوالي اربع شهور مجهز له شوية ريسيرشز بتتكلم عن حقبة زمنية معينة في حياتنا كلنا، يعني مش حياتي انا بس او حياة حد معين. هتبقى يعني مفاجأة وفيديو جامد شغال عليه الصراحة، بس حتى الان شغال عليه كريسيرش مش كتصوير. حاليا هبدأ انزل اصور فيه واشتغل عليه في اننا بقى نطلعه باحسن طريقة ممكنة. وبرضو الفترة اللي جاية هيكون فيه شوية ابديت في الجير، في الكاميرا، هغير كاميرا، هجيب مايك انضف من اللي احنا بنستخدمه، مع ان اللي احنا بنستخدمه يعني المفروض كويس، وهنغير بقى ونظبط. السلام عليكم، عامل ازاي؟ الموضوع جميل جدا، معرفش انتوا سامعيني من الهوا ده ولا لا، بس انا مستمتع جدا، الجو جميل جدا. الاخ خالد فيروز بردان، احنا في الصيف خلاص شهر 6، بس سيبكم من خالد فيروز، بصوا سامعوا
خرجنا من البيت ويعني نزلنا شويه وزي ما شفت في التايم لابس اللي فات وتحركنا ودلوقتي نزلنا تاني عشان نشوف النور مبوظ الدنيا عشان نشوف خلينا كده متصندرين عشان نشوف حته نجيب منها اكل ونقعد في كافيه خلينا كده ورا اللمبه. والمهم بقى احنا قاعدين اصلا في قريه جنب مرايه بالظبط جنب قريه مرايه. المهم ايه عشان نروح يعني مش في القريه فعدينا من جنب خبر السواحل كده خلصه الحمد لله وصلنا هنا في السوق في مرايه. معرفش هنعمل ايه الصراحه بس يعني هنلقي نظره وفي ريحه حلوه على راي خالد. بصي بتاعت ايه وكان ما فيش ناس كتير قوي عشان الكوفيد يعني ولسه مش سيزون بس هنبص بصه يعني ونقول اللي بيحصل في الفتره الحاليه وان احنا لسه في شهر 6. طبعا خالد بيشم كويس شم ريحه الراجل بتاع المشويات انطلقنا عليه نروح نطلب اكل. يا الخدود تعال عايزين نطلب. يا ابو الخدود يلا ماشي تعالى تعالى تعالي تعالى تعالي. مبسوط قوي ماشي افهمه كمان خايفة من الكاميرا تقريبا ده جوزها اللي واقف هناك. يلا يا بلد يلا بينا يلا بينا. راجل حاجته صراحة مش عاطفية وغالي بس أوي. مش مهم يعني هو غالي قوي وشكل الحاجة مش عاطفي بس ده مش مشكلة احنا في اماكن اكل تاني صح؟ اه مش هنزهق بقى. جاهز عشان تكسر؟ جاهز. هقطعك في الطاوله دي. الناس ما تعرفش ان انا بلعب طاوله حلوه على فكره. مش محتاجين يعرفوا عشان انت هتكسر. انا هكسب كده كده زي كل مره زي اللعبه من شويه. اقول لكم على حاجه يا جماعه. احنا من شويه بنلعب لعبه مسليه يعني في البيت لما طلعنا. هي يعني هي ملهاش اسم قوي وليها اسم يعني في شركات بتنزلها باسمها يا ابن الزول بيقول الكلمتين في شركات بتنزلها باسمها او يعني في شركه اسمها جينجا ما اعرفش هي اسمها جينجا ولا لا بس هي ايه واحد ولا الاثنين ناقصين الاثنين ناقصين شكرا الواحد بس ده اه هجيب واحد تاني. جينجا دي يعني زي شويه خشب بتقعد تفك وتشيل منهم وتحط فوق تشيل وتحط فوق فاللي يوقعها يخسر. فانا كسبني اول دورين كسبته دور كسبني الدور التالت كسبته التلات دور اللي بعدين تنجرش اه جاي ماشي ما في منيو بتاع ورينا قول لنا اي حاجه وصلنا عند حدودنا زي ما بيقولوا ما بقيناش في مرايه بقينا في القريه بتاعتنا رجعنا كل المشي اللي احنا مشيناه حوالي مثلا بتاع نص ساعه تلت ساعه حبه حلوين كده نطلب اكل من المكان ده عندنا في القريه ظريف والاكل عنده سخن وجاهز عشان احنا جعانين عايزين ناكل لان الراجل اللي كان هناك كانش عاطفي خالص فتعالوا ناكل او انا هاكل يعني. نجيب شيبسي ركز معايا نجيب شيبسي نجيب شيبسي مرة خمسة هنجيب شيبسي لا هنجيب شوكولاتة لا طب هنجيب فيروز ايه فيروز لا ماشي انا هروح اجيب ريد بول. هنجيب بقى ريد بول عشان خلاص بدأت تسقط وفرت اهي عليا لان عندنا مهمات فوق لازم نخلصها.
تاني جالي حمود امبارح. على فكره يا جماعه امبارح اكلنا بالليل بيتزا بس انا ما صورتش، ما كنتش قادر اصور الصراحه. وانا صورت النهارده الصبح ان احنا رحنا البحر، يعني ما عملناش حاجه جديده. وانا نمت ومفروض كنا نمشي النهارده الساعه 5 وما مشيناش الساعه 5، هنمشي بكره الساعه 5 الصبح. فاكر انا عندي شغل الساعه 12. فهل سؤال الفلوج النهارده، هل هروح شفتي؟ يعني لمصلحتك عشان بس الصبح، يعني عشان صبحي بس ما نعملش معاك يا جماعه. صبحي ده مديري، صبحي لو بتتفرج على الفلوج ده اعرف ان انا اتاخرت شويه في الطريق. لو اتاخرت عليك انا مش مسؤول عن موضوع التاخير ده، بر عني. المهم بقى حصل حاجه حلوه قوي بسطتني جدا اول ما صحيت. وايه هي بقى؟ كيسي نايستات نزل فلوج في نيويورك. واللي ما يعرفش يعني انا كيسي نايستات بالنسبه لي احسن فلوجر رايي الشخصي، يعني من الاجانب يعني اللي بحب اتابعه. نعم هو بقاله فتره ما بينزلش بس نزل وانا مبسوط جدا ولسه متفرج على الفلوج بتاعه. بس حته صغيره يعني مش مرجعش نيويورك يعني تاني. للي عارف للي متابع كيسي نايستات، هو كان قاعد في نيويورك وينزل على طول كل يوم، بس دلوقتي لا. فكرة بقى ان احنا حاليا في السفرية دي اللي هو فيديو دخلة الصيف يعني وكده، بناكل وبننام وبننزل البحر وده ماسك التليفون ما بيسيبوش وعمال قاعد. وانا الصراحه نمت 3 ساعات في نص اليوم كده، صحيت الساعه. مين ده اللي ماسك التليفون؟ انت. انا معاك اهو. انت على طول ماسك التليفون. احنا نعمل ايه بقى؟ احنا ناكل. اكيد دي مش شوايه يعني، واكيد دي مش بيعزوا فيها بني ادمين، بس مش عارف دي ايه. لو حد عنده علم بالموضوع ده، عشان انا النهارده برضه سالت نفس السؤال وانا معدي من هنا، دي ايه؟ بس هي ظريفه جدا. هل فيها بتعلق بقى برات وبتلعب حديد؟ بس اكيد مش ميك سنس يعني، ولا انت شايف ايه؟ لو حد عنده علم ايه البتاعه دي يقول لنا في الكومنتس، واكتبوا كومنتس يعني، واعملوا شير واعملوا لايك وسبسكرايب. حاجه جميله جدا بقى ان في فيديو بتاع الاكل بتاع اسكندريه قرب يجيب 1000. ده بالنسبه لي انجاز ان تاني فيديو ليا يجيب 1000 فيو بعد فيديو ده. فشكرا جدا اللي بيتفرج. طلبت ايه؟ نجريسكو. انا طالب سي فود مكرونه وايت صوص. دي ايه؟ يا جبنه. هي شكلها تطلع سي فود. لا شايف، ما احنا تجيني دب فيها عشان نعرف. هو قال لك هتلاقي اتنين على وش مش عارف ايه. هي دي اه السي فود. دي السي فود. جمبري اهو. سلام، شايفين يا جماعه؟ لا لا جامدة جدا. قطع كده رز الاكل، شايفين يا جماعة؟ خلاص خلصنا اليومين اللي احنا كنا قاعدينهم ورتبنا مكاننا يعني وكده، وهننطلق بقى على القاهرة. فنحب نقفل الفلوج ده هنا. ما اعرفش الفلوج ده هيبقى عامل ازاي صراحه، بس يا رب يعجبكم وكتب لي كومنت شوف ايه اللي عاجبك وايه اللي مش عاجبك. وبرده زي ما حبيت اقول او قلت قبل كده ان في تطوير جامد الفتره الجايه ان شاء الله، والفيديوهات الجايه مختلفه تماما. ممكن يكون في كذا فيديو جايين بعد كده، الاختلاف هيبان. بس ده النهارده.
يا رب تكونوا بخير كلكم. تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو. وخش بص بصة كده على الفيديوهات القديمة. متنساش تعمل فولو على انستجرام تشوف الكواليس بتاع كل رحلة او كل فيديو بيحصل فيه ايه. ولايك على الفيسبوك وشير على اليوتيوب وسلام. ولايك على اليوتيوب برضو. اللي اتفتق مش عارف في حاجه اتفتقت؟ لا مفيش.